متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة محسوبة على منطقة عين الشق، دوار صحراوة. وهذه الحالة الكارثية اللي كيف ما كتشاهدوا معنا، هذه الحالة الكارثية اللي كتشوفوا معنا دابا، هذه تقريبا المدة ديال 3 ديال الشهور، وهو هذا المشكل كاين ديال هذا الواد الحار ديال داك القادوس اللي مفرقع امام هذه المنازل، اللي حتى شي واحد من المسؤولين اولا الناس اللي مكلفين هيا وما يهضروا هيا وما يدويو ما قدروش انهم يحلوا هذا المشكل. هذا ندخلوا في النقاش حول التبعات ديال هذا المشكل هذا، والروائح الكريهه اللي كتعطي، والحوادث اللي كيتسبب بسبب هذا المشكل. كي اللي كيدوز من هنا كيوصل لها كيبغي فراني، هانتوما شو ثاني نواصل حتى نوصل الغيس وداك الشيء، ما كيلقى مي فراني، خصوصا ان هنا كاينه كروازمه. ومازال دابا راه الشمس، يعني راه نشفات القضيه مع الجو سخو اليوم شويه وداك الشيء، ف كي كنقولوا داك الشيء راه تبخر، راه عتيسنا، وراه هنا راه كانت ضايه كبيره، واد هنا ما كاينش اللي حل هذا المشكل هذا ولا شي حاجه. الناس راه كيدوزوا من هنا اكثر. شو على قوات سكتاش كيف طفران الدراري فين كيلعبوا، هذا عاوتاني نقطة أخرى ديال الدراري هنا اللي كيلعبوا هنايا، اللي ما عندهم لا تيران لا بلاصة لا جردة لا فين يلعبوا لا والو، بقى عندهم ساكنة هاد الشارع هذا. أنا راه الروائح هنايا راه ما نعاودش لك، وهذا باش راه هما الوليدات فين كيلعبوا إلا كانوا كيبانوا ليكم. المشكل اللي ما يتعداش تقريبا الاصلاح ديالو يوم اولا جوج ديال الايام، هما دابا ساكنه بحال ما هكا تقريبا 3 ديال الشهور، وهما محنين ومكرفسين، مع العلم انهم كيخلصوا فواتير ديال اللي عليهم فاتوره ديال الماء اولا ديال الضوء، راه كيخلصوا هاد الناس ماشي ما كيخلصوهاش. فإلا كان كيخلص اللي عليه خاص ضروري يعني ياخذ الحق ديالو. للاسف ما كنشوفوش تجاوب مع شركه ليداك مع هاد الناس هادو، وهادي راه طريق رئيسي كيف ما كنقولو، وزو معاهم مطر طوموبيلات. إذن متابعينا الكرام، غادي نخشمو معكم هذا المباشر هذا، نتمنوا من الله ان شاء الله ان دار شي حل لهاد البلاصه هادي، وشوفوا من حال هاد الناس هادو اللي هما ما لقاوش حل اخر، جميع الابواب طرقوهم وما كاينش اللي دار معاهم شي حل ولا شي حاجه. نتمنوا من الله ان شاء الله شي حل. وهذا راه واحد من الشوارع الكبرى والرئيسيه اللي كيتعتبر امتداد ديال شارع جوج مارس، دابا خاص يدوز غير واحد، حتى كيدوز واحد ميمكنش يدوزو جوج ديال الناس مثلا. إذن غادي نخشمو معكم هاد المباشر هذا متابعينا الكرام، إلى مباشر آخر بإذن الله، إلى اللقاء.